التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بقادة القوات المسلحة بعد أدائه صلاة الجمعة بمسجد المشير تزامنا مع احتفالات العاشر من رمضان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أدار حوارا مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله كافة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزراء الأوقاف والداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة ووكيل الأزهر الشريف وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود. وألقى الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف خطبة الجمعة أكد خلالها أن شهر رمضان هو شهر الصيام والقيام والرحمة والإحسان، وهو شهر البطولات والفتوحات والانتصارات. واختتمت الخطبة بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وجيشها من كل مكروه وسوء، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان. وعقب أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بقادة القوات المسلحة، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. وأدار السيد الرئيس حوارا مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله كافة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة، مشيدا بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكل تفان وإخلاص على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية، مؤكدا أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها.